بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المفروض ان احنا نعمل اعدادات للميكروتك. اول حاجة ده الوين بوكس، هو شكله كده بالظبط، شكل الوين بوكس كده. طبعا انا جبته، المفروض انا كده في اول في الفيديو اللي قبل كده عملنا تسطيب على الويندوز على كيسة كمبيوتر لحد وصلتنا العلامة دي. دلوقتي احنا فتحنا ده تمام، وعايزين احنا مثلا نعمل اعدادات الميكروتيك ونظبط الدنيا. هنضغط كده، هيجي لي بقى الميكروتيك اللي انا عملته 25، الفيرجن بتاعي 25، الحاجات دي كلها. فده اختار ده، وبعدين اعمل كل، طبعا هيبقى اللوجن ادمن والباسورد فاضي تمام. بعد كده هظبط الباسورد ده، اعمل له كونكت. استنى خالص لحد ما يخلص. خلص كده، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عايز المفتاح اللي هو ما يخلينيش اخلص. هو المفروض هيخلص النسخة دي نسخة زي فري، بتقعد 24 ساعة بس، وبعد كده تقفل النسخة خالص. هو عايز المفتاح، نعمل ايه؟ نروح للسيستم، بعد السيستم لينسز، بعد كده اقول له انا عايز اعمل امبورت الكي. طب هي فين المفتاح؟ المفتاح هتلاقيه في نسخة النسخة في النسخة اللي انا مديها لك في الاسطوانة. طبعا الاسطوانة، سوري مش هنا الاسطوانة، هنا دي الاسطوانة. طبعا هاخد النسخة والليس. هيعمل ايه هو؟ هيفتح ويقفل الكمبيوتر تاني. لو تلاحظوا كده اهو، بيفتح ويقفل فوق كده، فتح. اقول له اوكي، نشوف بقى النسخة تاني اهو كده، هو قفل. اضطر ادخل من جديد، دخلت من جديد كده، ما جاتليش العامل اللي في النص. وكمان نتأكد النسخة بقت فري، ايه النسخة بقت فري، فيرجن 6 اللي هو اعلى فيرجن، اعلى فيرجن في كل حاجة هو 6. تمام، هنبتدي في المرحلة اللي بعد دي خالص. نروح المرحلة اللي بعد دي اللي هي نظبط الميكروتك USB الميموريز. دي عادة، دي الساعة اللي بتحدد لك قد ايه الميكروتيك ممكن يقعد. ممكن لو اتنين مقطعش مكان مثلا يقعد معاك ساعة، ساعتين، قصدي سنة، سنتين، لو النور مقطعش خالص. دي بيقول لك الميموري قد ايه، وده بيقول لك السي بي يو قد ايه. تاني حاجة المفروض ببص انترفيس فيه، في كارت واحد في الانترفيس، مش كارتين او ثلاثة. المهم هعمل لك كارت وهمي تاني.
ده الكارت التاني اللي هو يبقى انا عندي كده كارتين. اسمي الكارت الاولاني ده اللي هو الكارت الاساسي بتاع الكمبيوتر، تمام؟ الكارت الاساسي بتاع الكمبيوتر هسميه ايه؟ هسميه ان، اضغط كده عليه واقول ايه، يعني ده الكارت اللي انا بخش عليه، وعادة بخليه لايه؟ كارت الكمبيوتر، وكاتب كده ان. طب الكارت التاني هسميه اوت، خلي بالكم ان انا ما عنديش غير كارت واحد. الحركة اللي انا عملتها في الاوت دي عملت كارت كده وهمي، بس هو المفروض انتوا بتحطوا كارت دخول وكارت خروج. يعني المفروض تحط مع الكارت الأساسي بتاع الكيسة، تحط تشتري كارت من أي حد بتاع كمبيوتر، كارت اللي هو الكارت بتاع النت اللي بيتحط جوه الكيسة، عشان يبقى عندنا كارتين اللي هو المفروض هيبقى الأوت ده. طب هعمل البرمجة ازاي؟ أعمل حاجة الأدرس، تعمل طبعا كل اللي بعمله ده الادرس بتاع ايه؟ الاوت. فطبعا هعمل كده 10 دوت 10 دوت 10، ممكن تعمل اي اي بي انت عايز دوت مي سلاش على 24، ده كارت ايه؟ الاوت. لايك جري كده اول حاجة ايه في الادرس. وبعدين اجي هنا تاني، دي بيقول لك الراوتر هتعمل ايه في الراوتر، والراوتر عندك ايه؟ الراوتر ده اللي داخل في الان، يعني المفروض نسخة الراوتر رايحة على الان، والنسخة اللي رايحة للسويتشات وكل الشغل ده ده الاوت. طبعا هو هيقول له الان لايك اهو لاقط ايه النسخة، نسخة جابها. بس اكيد تاني حاجة بصوا بقى، رحت الاي بي ادرس، بصوا كده لقط ده لوحده الان والاوت. طيب الاي بي بعد كده اللي بعده، انا اخترت دي واخترت دي، اخد السيرفر نعمل ايه؟ نسطب السيرفر دي اتش بي سيت اب، طبعا هتبقى الان لا الاوت، كل حاجة نشتغلها الاوت على شغل الاوت كده كده. نيكست 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 نيكست، غلط تاني، نيكست 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 نيكست، غلط. طب نعمل تاني، نيكست 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 نيكست، هنعمل دي ان اس 8 ضد 8 ضد 8 عشان هو مش عامل دي ان اس ضد 8. نيكست 3 ايام، اوكي. طب ممكن نغير دي براحتنا، اي بي هو تظبط. طيب هو تظبط، اختار الاوت برضو، نيكست 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 نيكست. الحركة دي المهمة جدا اللي انا هعملها، اضغط كده اخلي البولا صفر، تمام، وهعمل ابلاي. اوكي مهمة جدا، لان لو ما عملتهاش، لو انا في الوايرلس شغل على شو، اعمل واحد يشتغل والتاني يشتغل التالت ما يشتغلش، لازم ان اكنسل دي. لازم اكنسل دي طبعا. اليوزر لما اجي ادخله هدخل اخش ادمن وكذا، عايز احط يوزر، تمام، بدخل على اليوزر هنا. طبعا ناخد نجيبها واحدة واحدة، دي اول واحدة، دي هي اللي هي السيرفر، دي انا بشتغل عليها بكذا اكتر من حاجة، بس طبعا انا هوريكم ازاي بتعملوا كروت زي فودافون وكده. دلوقتي اليوزر اعمل يوزرات بقى للعملاء، طبعا اليوزر الاساسي بتاعي ادمن، ادمن وفاضي، ده لازم الغيه عشان في ناس ممكن تكون عارفة. اخش انا مثلا اعمل يوزر وليكن عالم الكمبيوتر، كله بالانجليزي لازم، اهلا
كمبيوتر. كم مثلا عمل الباسورد اي حاجة. لا اوكي تمام كده، تمام كده. وبعدين اعمل كده اخرج. كده دي ان اس المفروض يا اما عم اسيبه كده يا اما اعمل دي ان اس بنفسي. واحسن حاجة بعمله بتاع جوجل 8.8.8.8 والتاني 8.8.4.4 عشان يبقى النت ثابت. بس كده كل حاجة الماكروتك كله اتظبط، مستني بس الشغل. هيخرج طبعا صف، اول ما تدخل هيدخل عندك صفحة الصفحة الأساسية بتاعت الماكروتك اللي اسم المستخدم وكلمة السر. ممكن نحاول نشوفها هنا كده. لو جت نشوفها كده 10. لا مش هتظهر. طبعا لانه ما عنديش كارت خروج كده، انا ما عنديش كارت خروج. تمام، هو كارت يدخل بس كده. انا يعتبر انتهيت من الشرح كله، فيا رب يكون الشرح يكون سهل. هو ده اسهل طريقة للماكروتك، اسهل طريقة. شكرا لكم، تصبحوا على خير.